نعم، أعلن قائد شرطة محافظة ديقار العميد حازم الوائلي قبل قليل عن استهداف رتل من الشركات الأمنية التي تحمل معدات خاصة للجيش الأمريكي في العراق عند الطريق السريع غرب الناصرية. بالإضافة أن الوائلي أضاف أن الاستهداف استهدف رتلا لإحدى الشركات التي تحمل المعدات للدعم اللوجستي للجيش الأمريكي، بالتحديد في منطقة البطحاء غرب الناصرية. قادمة هذه المعدات مع الرتل باتجاه العاصمة بغداد، وأشار الوائلي أن القوة لم تتسبب بأي أضرار، وإنما تسببت بأضرار لإحدى العجلات المرافقة لهذا الرتل. يذكر أن هذه العملية هي العملية الثانية التي استهدفت هذا الرتل للدعم اللوجستي في هذه المحافظة، حيث أن المصادر الأولية تشير إلى أن الاستهداف حدث عن طريق عبوتين ناسفة زرعت على طريق الرابط بين ديقار الخط السريع وباتجاه بغداد. هذه المعدات اللوجستية هي معدات يتم نقلها إلى العاصمة بغداد بين الحين والآخر، وهي تنتقل بين القواعد العسكرية الأمريكية عن طريق الوحدات الخاصة بالتعاون مع قوات التحالف الأمريكي وكذلك الشركات الأمنية التابعة للقوات العراقية. طيب أستاذ سيف، ما الأصداء في العراق عن المتسبب وراء هذه التفجيرات التي باتت متكررة وربما يمكننا القول بشكل شبه يومي لهذه الأرتال التي تحمل معدات لوجستية للتحالف الدولي؟ يعني بالنسبة للأصداء، أصداء الشارع العراقي بخصوص الاستهدافات بين الحين والآخر، كما وضح رئيس الوزراء العراقي السيد مصطفى الكاظمي أن هنالك علاقات متينة بين الجانب العراقي وكذلك الجانب الأمريكي في التعاون العسكري سواء في المعدات وحتى في الأسلحة المتطورة. أما بالنسبة لأصداء الشارع العراقي حول هذه التفجيرات، حتى الآن يعني لم ترصد الجهات التي تتسبب بين الحين والآخر بهذه الضربات، سواء كانت إلى المقرات أو الوحدات العسكرية لقوات التحالف أو عن طريق ضرب الأرتال العسكرية بالعبوات اللاصقة على الطريق. يعني بين الحين والآخر يحدث قصف حتى على المنطقة الخضراء السفارة الأمريكية، وأيضا مثل ما تعرفون حضراتكم أن السفارة الأمريكية هي من السفارات المنطقة الخضراء من المناطق المتشددة أمنيا، وبين الحين والآخر يتم قصف هذه المناطق وحتى المعسكرات الأمريكية يتم قصفها. لكن عن طريق التحقيقات التي واصلت بها الحكومة العراقية هنالك بعض الجهات الكشف عنها، وهنالك بعض الجهات بقيت مجهولة لحد الآن، ولم يكن هنالك إعلان رسمي لهذه الجهات. لكن طيب، فقط في مجمل ما تفضلت به أستاذ سيف، يعني الولايات المتحدة تشير إلى الفصائل المسلحة في العراق الموالية لإيران كما يقال، يعني هذه الفصائل هل خرجت بتفنيد هذه الادعاءات أو تبرير لربما يعني الرواية الأمريكية كما يقال؟ يعني أغلب الفصائل اللي موجودة في العراق هي تابعة لهيئة الحشد الشعبي، ولم تخرج، بعضها خرجت للتفنيد أنها غير مسؤولة عن هذه الضربات ضد قوات التحالف الأمريكية. وأيضا هيئة الحشد الشعبي هي أصبحت الهيئة الرسمية التي مرتبطة ارتباطا مباشرا برئيس الوزراء العراقي، حيث أصبحت هذه الهيئة هي هيئة حكومية رسمية، وكل المنتسبين الذين يعني مضافين إلى هذه الهيئة هم موظفون حكوميون. بالتحديد أنه هيئة الحشد الشعبي يعني هيئة حكومية مرتبطة بمكتب رئيس الوزراء مباشرة، وهي تستلم التوجيهات وكذلك المهام، وأيضا قطاع العمليات هي تستلمها مباشرة من رئيس الوزراء. السيد سيف الدين الإبراهيمي الصحفي والمراسل الميداني، أنا أشكرك جزيل الشكر على كل هذه التفاصيل، كنت معنا مباشرة من العراق.